نمسك الموضوع كده من البداية، القانون القديم هل بيجرم التسول؟ طبعا قانون 49 لسنة 33 بيجرم التسول. ايه عقوبته بقى؟ وكان حبس، كان غرامة، كان قانون، كان قانون صغير قوي وكان من 12 مادة. الحياة اختلفت، المهنة اختلفت، طرق الصناعة نفس، لا صناعة كمان صناعة. احنا بنشوف ناس اصحاء سليم البنيان وبيضطروا او بيتحايلوا على القانون وعلى المصريين بان هم بيستخدموا مستحضرات طبيه وادوات تجميل علشان يعمل عاهه. وللاسف الشديد دي قصه فيها جزء من النصب، بيلبسوا ملابس ممزقه في الاماكن الشعبيه وبيلبسوا ملابس فارهه في الاماكن الثانيه، وعندهم اكثر من حيله واكثر من طريقه لاستدرار عطف المواطن المصري. من فترة كده لما يعني كانت الدولة مهتمة جدا وقتها بظاهرة أطفال الشوارع، وكان في خط ساخن للإبلاغ عن أطفال الشوارع وكده، دي كذا ظاهرة مع بعض، أطفال الشوارع، التسول، النصب، السرقة، الوجود في الشارع بغير وجه حق، يعني إقامة في الشارع. فالبعض أيضا وقتها أنا فاكرة كويس اقترح أن يبقى في مسؤولية للأب والأم عن وجود الأطفال دول في الشوارع. تمام. طيب دلوقتي وإحنا بنتكلم، هل ممكن نضم الظواهر دي لبعض تحت قانون تسول يجمع كل أشكال التسول والتشرد؟ وعايز أعرف إيه البنود الجديدة اللي بيستحدثها المشروع المقدم من حضرتك؟ هو بالفعل إحنا، أنا عامل باكج للقصة كلها. بقول في العقوبات مثلا، بقول من 3 سنين حبس و5000 جنيه غرامة لأول حالة. في حالة العود بتتضاعف العقوبة. لأول مرة، لأول مرة سابقة. وبقول ان احنا لازم نعمل صندوق يبقى اسمه صندوق رعاية المتسولين والمتشردين، نعمل دار رعاية اسمها برضو دور رعاية او دار رعاية المتسولين والمتشردين، اللي يلاقي حالة زي دي يتم الابلاغ عنها على خط ساخن هيبقى خاص بوزارة التضامن. الناس دي تاخد المتسول او المتشرد، وانا ما بقولش ياخدوه يحبسوه، لا انا بقول ياخدوه يوقعوا الكشف الطبي عليه، سواء طبي وبدني سواء نفسي، يعملوا له بحث اجتماعي يشوفوا ايه اللي ادى ان هو يبقى كده. في الحالات دي لو هو استجاب وبقى واحد مننا ودخل في نسيج الوطن، اهلا وسهلا بيه، واحنا مستعدين ان احنا نساعده بكل الطرق من خلال صندوق رعايه المتشردين والمتسولين. طيب هو ما استجابش وهرب من دار الرعايه، تضاعف العقوبه. هو ما استجابش وعمل حاله عود، تضاعف العقوبه. طيب لو كان اللي بيعمل كده ولي الامر أو المكلف أو الوصي على البني آدم ده، في الحالة دي لو هو واخده مهنة لا عقوبته أشد. احنا بقول في الحالة دي عقوبته تقريبا كده أو تحديدا كده 50,000 جنيه غرامة وخمس سنوات سجن أو إحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة تكرارها لا تضاعف العقوبة. طيب لو كان الأب بقى أو رب الأسرة هو اللي بيستغل الأبناء دول.